هلا يمه، شلونك؟ أنا وصلت الشارجة واليوم إن شاء الله بلعب 100 تصفيات ونهائي. دعواتك يمه. معكم اللاعبة ضي الملة من نادي الفتاة الكويتي. ألعب 100 متر و200 متر جري. أول مرة لعبت ألعاب قوة سنة 2009، وبهالسنة شاركت في بطولتين عمري صغير، كسبت فيهم خبرة وقطعت حق فترة، والحين رديت ألعب 100 متر. أصعب لحظة يمكن اللحظة اللي قبل السباق، يكون لاعب شوي متوتر، ما يدري يعني المنافسين اللي معاه وقوة السباق، يعني نفس الوقت الواحد يكون متوتر ومتحمس حق السباق والواحد يسوي اللي عليه. والله ضحيت وايد عشان هاللعبة، يمكن أنا صار لي كم سنة الحين ألعبها. ما كنت المفروض أدرس برا، ما رحت درست برا عشان إني أتمرن ألعب قوة. وقتها كنت مع المنتخب ومع النادي نفسه أشارك البطولات، فيعني اللعبة تاخذ وايد من وقت اللعب. أحلى لحظة بعد ما خلص السباق ويكون مسوين يعني يا مركز حلو أو ميدالية أو هم رقم حلو، هم هذا يكون يعني شيء ونس. أي واحدة حابة تمارس الرياضة تروح وتحقق هدفها وتتمرن عشان تسوي إنجازات حق دولتها وحق النادي مالها، وهدفك هني.